السلام عليكم الناس الخير، خوتي خوتاتي، انتم على قناة جليلة شانال الحياة بفرنسا. تحية الناس الخير فين ما كنتو كتشوفونا وفين ما كنتو كتشاهدونا. لا فيديو ديال اليوم بتاريخ 8 ماي 2022. هاد لا فيديو غادي يكون فيه مجموعة ديال الاخبار اللي كتهمكم هنايا كمهاجرين بفرنسا. نبدأ معكم العناوين هكذا باش تعرفوا اشنو هي التفاصيل اللي غادي تشوفوها في هاد لا فيديو. غادي نشوفوا على انه قصر الاليزي وللمرة الثانية يقوم باستقبال نفس الرئيس اللي هو ايمانويل ماكرون، وغادي نشوفوا باختصار الكلمه ولا الخطاب ولا الكلمه التي القاها الرئيس ايمانويل ماكرون البارحه السبت 7 ماي 2022. غادي نشوفوا كذلك اليوم واللي هو 8 ماي 2022، وبطبيعه الحال واللي كيتسمى على انه جور فيغي، واللي اليوم طاح في يوم الاحد ولكن بعض المرات ما كيجيش في يوم الاحد. كذلك غادي نشوفوا لماذا هذا اليوم جور فيغي، وربما انه الوليدات ديالكم بعض المرات كيطرحوا عليكم السؤال علاش ما قرينا، ولا انه شي واحد يقول لكم علاش ما خدمناش. والكثير منكم مثلا فاش كيكون جور فيغي كنقولوا اليوم جور فيغي، وكنطرحوا السؤال علاش هذا النهار جور فيغي، كنقولوا ما عرفناش، المهم انه جور فيغي. غادي نشوفوا كذلك. كذلك بالنسبه للرئيس ولا لرئيس الحكومه واللي هو جون كاستكس، لحد الساعه بطبيعه الحال لانه تابع يعني للرئاسه الاولى للفتره ديالها، واللي غادي تكمل حتى 13 شهر ماي، يعني من 14 شهر ماي غادي تبدي الحكومه انها تمارس الاشغال ديالها ولا الاعمال ديالها، وذلك بتشكيل حكومه جديده. ولكن جو كاستكس على انه باغي باش انه يستقيل، مع العلم انه ايمانويل ماكرون تمنى لو انه جون كاستكس يبقى هو رئيس الحكومه، يعني هو الوزير الاول. كذلك من بين الاخبار غادي نشوفوا على انه كان عارفوا بلي انه سبته ومليليه هاد المعبرين تم ادراجهما في عمليه مرحبه، ولكن لحد الساعه لم يتم فتح سبته ومليليه، مع انه الكثير من الجاليه المغربيه كتبغي انها تمر عبر السيارة ديالها، يعني عبر الباخرة بهاد المعبرين. كذلك غادي نشوفوا بالنسبة انه الجاليه المغربيه كتشتكي من ارتفاع الاسعار، وذلك على حسب جريده اسبريس. وكذلك غادي نشوفوا على انه جريده فرنسيه الكترونيه والتي تقول على انه المغرب يتجه نحو الغاء البي سي ار بالنسبه للاشخاص الذين يسافرون عبر الطائره. غادي نشوفوا جميع التفاصيل في الفيديو ناس الخير، تابعونا وشجعونا بالتعليقات ديالكم باش يكون تفاعل، وباللايك ديالكم للفيديو، وشكرا لكم وبارك الله فيكم. نبدا معكم. بالنسبه لقصر الاليزي البارحه، على البارحه اللي هو 7 ماي، بطبيعه الحال تم استقبال الرئيس ايمانويل ماكرون والاحتفال به بطبيعه الحال في المراسيم استقبال على انه تم تنصيبه وللمره الثانيه كرئيس لفرنسا. غادي نقول لكم باختصار وهو على انه ذلك الحفل ولا هذاك يعني مراسيم الاستقبال كان فيه عده شخصيات، شخصيات اللي هما معروفه وشخصيات اللي هما ما معروفاش. شخصيات اللي معروفه واللي شفناهم هو كان كاين رؤساء اللي كانوا سابقا للدوله الفرنسيه مثل ساركوزي ومثل فرانسوا اولوند اللي كانوا يعني باينين. وبطبيعه الحال فهاد المراسم الحفل قال بكلمه وهو على انه الفرنسيين يعني عاودوا رشحوه ولا عاودوا خلاوه رئيس للمره الثانيه، وذلك بحيث انه المشروع ديالو اللي قدمه وهو بغى باش يكون مشروع توحيد اوروبي، وكذلك مشروع فيه حوايج اقتصاديه، وكذلك مشروع فيه حوايج اجتماعيه، يعني انه لقى كلمه وفيها مختصر ديال البرنامج ديالو اللي بغى انه باش يديره. اليوم اللي هو 8 ماي كذلك شفنا كذلك بالنسبه الاحتفال بالذكرى نتاع انتهاء الحرب العالميه الثانيه، وبذلك وبفوز الحلفاء، وشفنا ايمانويل ماكرون كذلك اليوم يعني في مراسم هذه الذكرى. 8 ماي 1945 هي انتهاء الحرب العالميه الثانيه، واللي كان فيها يعني الحلفاء، يعني بفوز الحلفاء، يعني كانت فرنسا وكان معها كذلك انجلترا وكان معها دول اخرى اللي كانوا في حرب ضد المانيا وايطاليا ودول اخرى. هذا هو، بما انه يعني تم الفوز ديالهم كيحتفلوا شك يعني كل 8 ماي 1945 يعني بهذه الذكرى هذه. دابا غادي نمشي لكم بالنسبه لجون كاستكس. جون كاستكس كتعرفوا على انه هو رئيس الحكومه الفرنسيه، يعني هو الوزير الاول. بالنسبه ليه هو بطبيعه الحال الفتره ديالو سوف تنتهي، وهو باغي انه يقدم الاستقاله ديالو باش يشوفوا تشكيل حكومه جديده ويشوفوا شكون اللي غادي يكون رئيس الحكومه لهذه الفتره، هذه الفتره الثانيه ديال رئاسه ماكرون. لكن ايمانويل ماكرون تمنى لو انه يكون جون كاستكس، يعني هو يعني يبقى رئيس الحكومه.
نمشي معكم بالنسبة للأخبار ديال أنه الجالية المغربية كتشتكي من ارتفاع الأسعار، وذلك على حسب جريدة إسبريس. الجالية المغربية كتشتكي من ارتفاع الأسعار. أنا غادي نقول لكم هذا النهار اللي هو 8 ماي الأحد صباحا شفت، من قبل شفت على أنه، المهم غادي نقول لكم اليوم وشنو شفت، المهم من قبل اللي شفت ديجا قلت لكم في واحد الفيديو. اليوم شفت على أنه مثلا غير من الجزيرة الخضراء لطنجة، كتعرفوا أنه المسافة ما بين الجزيرة الخضراء لطنجة كتكون واحد 58 دقيقة ما كملش ساعة، المهم في هذاك لو ترافيرسي، في هذاك العبور 431 أورو. شفت مثلا السيارة وجوج ديال الأشخاص 431 أورو، مع أنه المدة باش أنه يكون العبور عبر البحر ما كملش ساعة، يعني غير ديك المدة 431 أورو. زيدوا ليها على انه الشخص مثلا راه بغى يجي من المانيا ولا يجي من هولندا ولا يجي من بلجيكا، تشوفوا المسافه اللي غادي يشد نتاع الطريق، غادي تشوفوا البياج وغادي تشوفوا الغازوال اللي غادي يعني يدير، يعني شوفوا كاع هادو راه كيتسموا مصاريف، غادي نقاملوا مثلا واحد 600 اورو ولا 700 اورو، هذا الشيء ما بين الطريق ما بين مثلا الاوتيل ما بين الماكله يقدر توصل 600 700 750، هذا الشيء كنقولوا حيت الناس ديال الجاليه المغربيه راه ما عارفين على من كنهضر. هادشي كامل كتزيدوا عليه الثمن ديال الباخره اللي غادي تشدوه، يعني من بعد كتزيدوا عليه الثمن ديال انكم واش نتوما اصلا من طنجه غادي تبقاو في طنجه ولا من مدينه اخرى في المغرب خاصكم عاوده تشدوا الطريق، يعني في الكامل كتلقاو على انكم خاصكم، هادشي كنقول لكم اذا كنتو غتمشيو عبر الجزيره مثلا، كتلقاو على انه هاد المسافه كامله اللي حكيت عليها وهاد الطريق كامله زائد الباطو زائد غادي تشوفوا نتوما في المغرب واش من مدينه طنجه ولا مشي مدينه اخرى، كتلقاو راسكم مثلا انكم غادي تكون واحد التكلفه ديال 2000 يورو ولا، وانتوما عاد يلاه ما بديتوش فاكونس. لذلك الجاليه كتشتكي وهذا الشيء عبر جريده اسبريس فعلا انه الثمن ديال الباطويات ارتفع بطبيعه الحال كجميع الاشياء اللي ارتفع الثمن ديالها في الحياه، يعني هذا كنشوفوه امر عادي وواقع راه حنا عايشينه، ولكن بطبيعه الحال المهاجر المغربي ديما انه خاص كي يعني ما قادرش باغي يمشي وما قادرش، وبطبيعه الحال كيضرب وكيدير لي كالكول لاي حاجه، ماشي انه هو ما باغيش ولا حيت انه ما عندوش، بحيث انه السيستم الاوروبي هنايا الحمد لله كاين السكن كاين الماكل كاين المشرب، انه الواحد عايش بخير مزيان، ولكن انه هذاك الخدمه ديالك هذاك هو لو سورس، هذوك هما لي ريسورس ديالك، يعني الدخل ديالك هو من الخدمه ديالك، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تنزل عليك هكذا ولا شي حاجه تلقاها محطوطه لك عند الباب صايي، هذا هو اللي هذا هو اللي زعما بغيت يعرفوه الناس اللي كيكونوا ما ساكنينش في اوروبا، وانهم كيقولوا ربما راه هذا الثمن راه مناسب، ولكن كثير من الناس الجاليه راه ماشي مناسب لهم هذا الثمن. مثلا شفت المريا الناظور، بحيث انه شوفوا راه كاين الجزيره طنجه اللي حنا كنقولوا الجزيغاس، يعني لانها يعني راه كيتسمى ميناء اسباني، كاين الجزيراس اللي هما مفتوحه وكاين الميريا اللي هما مفتوحين، وكاين سات من الناظور سات يعني من فرنسا اللي مفتوح، وكاين كذلك من ايطاليا، شفتوا يعني هاد هما نقاط العبور راه مفتوحين، سات كيدي الناظور وكيدي كذلك حتى لطنجه، وكذلك كاين جزيره سيدي لطنجه، وكاين طريفه اللي كيمشيو الناس كذلك كينزلوا، المهم يعني حتى هي نقطه العبور. اللي بغيت انني نقول لكم هو حاليا مليليا وسبته راهم عاد مسدودين، انا كنت كنقول فنمشي على مليليا ديجا قلتها لكم في احد الفيديوهات، تمام بطبيعه الحال حاليا مرتفع سواء الثمن في الباطويات وسواء الثمن ديال الطائرات. اللي بغيت كذلك نقول لكم انه سبته ومليليا تم ادراجهم في عمليه مرحبا، ولكن لحد الساعه ما كاين حتى شي خبر، الخبر اللي هو الاسبوع الفايت كان واحد الوفد اسباني مشاو على انه باش تكون هنالك اجتماع باش انهم يشوفوا واش يفتحوه، ولكن لم يتم بطبيعه الحال لحد الساعه انهم يقرروا يفتحوا. علاش؟ لانه كاين اشياء كثيره ما تفهموش عليها ما بين الحكومه المغربيه والحكومه الاسبانيه، باعتبار ان سبته ومليليه اللي كحنا كنقولوا محتلتين بطبيعه الحال هما حاليا يعتبرون ديال فرنسا نتاع اسبانيا، يعني هما ديال اسبانيا نقاط عبور ديال اسبانيا، كنقول لكم حاليا يعني بما رحنا عايشينه والواقع اللي رحنا كنشوفوه، بطبيعه الحال لم يتم الاتفاق على عده اشياء بيناتهم، لذلك مازال ما فتحوهمش. بالنسبة لألميريا النادور، درت ألميريا النادور، ألميريا النادور لقيت على أنه كاين 6 السوايع في الباطو، تقدر أنك تمشي بألف وثلاثين أورو، ألف أورو وثلاثين أورو من ألميريا للنادور، ولكن في هاد ألف وثلاثين أورو عندك غرفة فقط فاش ترجع، فاش تمشي كتمشيو غير على الكرسي، يعني بغيت نقول لكم شوفوا الثمن كيفاش داير، يعني أثمنة اللي هي ارتفعت فعلا بكثرة. هاد 1030 اورو زيدوا عليها الطريق مثلا اللي منين غادي تجيو،
صحيح، كنت تجيو من باري ولا تجيو من بلجيكا ولا تجيو من هولندا، وتزيدوا عليها يعني بغيت نقول لكم يعني الناس اللي غادي تسافر الله يحسن اعوانها. دابا غادي نمشي معكم بالنسبة لجواز التلقيح والسفر عبر الطائرة. جريدة فرنسية تتحدث عن خطوات المغرب في إلغاء جواز التلقيح بالسفر عبر الطائرة. هذه الجريدة الإلكترونية الفرنسية واللي قالت على أنه شافت من خلال جريدة مغربية واللي هي جريدة 360 واللي معروفة أنها فاش كتكون شي خبر على الحكومة كتقولوا، قالت هذه الجريدة الفرنسية أنه من خلال جريدة يعني المغربية اللي هي 360 قالت على أنه كتب فيها على أنه المغرب بما أنه فاتحين عملية مرحبة أنه غادي يتجه حتى هو باش أنه يلغي جواز التلقيح للسفر عبر الطائرة. هنا اللي بغيت نقول لكم وهو على أنه في كثير من المواقع الإلكترونية بطبيعة الحال بعض لي كومونتير ولا التعليقات نتاع الجالية بحالي وبحالكم يعني، وكثير من الجالية اللي كيخليو التعليقات ديالهم وكيقولوا يعني كلام اللي هو في الصميم، كيقولوا لماذا أنه بالنسبة للسفر عبر الباخرة محيدين يعني إلزامية ولا إجبارية جواز التلقيح، يعني اما يكون عندك جواز تلقيح اما يكون عندك بي سي ار. لماذا الملاعب مفتوحة في المغرب ويتم الدخول الى الملاعب يعني بدون شروط؟ لماذا كاين حفلات وكاين اغاني وكاين سهرات وكاين والناس كتدخل يعني بدون شروط؟ لماذا يبقى السؤال للحكومة المغربية، لماذا الناس اللي غادي يسافروا عبر الطائرة كيلزم عليهم شروط يعني شرط جواز التلقيح، مع العلم انه الظرف الوبائي يعني كيعرف واحد نقولوا واحد التخفيف انه يعني انتشار الوباء بطبيعة الحال، يعني دابا المغرب يعتبر من لا زون فيرت يعني حنقولوا البلد اللون ديالو اخضر، يعني علاش انه فقط الناس اللي تاخذ الطائرة اللي ندار عليهم هاد الشروط هادي اللي كتخليهم انهم ما يقدروش يسافروا؟ وخاصكم تعرفوا انه هاد الشروط كذلك كتأثر على السياحة بالمغرب. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كانوا فيها أخبار، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وعرفتوا أش كاين. نشوفكم إن شاء الله فيديو قادم، مع السلامة وشكرا لكم.